السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبناء طلاب الصف الرابع، أسعد الله صباحكم بكل خير. درس جديد من دروس الرياضيات والدرس السادس من الوحدة التاسعة بعنوان ضرب ثلاثة أعداد أو أكثر. نبدأ مع بعض أحبابنا الدرس بأول مثال. بيقول لي مصنع أقلام يضع 6 أقلام في كل علبة، كم عدد الأقلام في 5 كرتونات إذا كان الكرتون الواحد يتسع ل4 علب؟ هنا أحبابنا عندنا الإجابة، هنبدأ نضرب 3 أعداد في بعض، عدد الأقلام في عدد الكراتين في عدد العلب، عدد الأقلام في عدد الكراتين في عدد العلب، يعني 6 ضرب 5 ضرب 4. وعشان أضرب أحبابنا هنا 6 ضرب 5 ضرب 4 عندي أكتر من طريقة. أولا هنا عندي 3 أعداد، يبقى عندي 3 طرق. ممكن أبدأ مع بعض بالطريقة الأولى، إن أنا أضرب 6 ضرب 5 بالطريقة دي، أختار العددين اللي أنا هضربهم الأول، لازم أضرب عددين أطلع الناتج بتاعهم، وبعدين الناتج اللي يطلع أضرب في العدد التالت. هنا أنا هضرب 6 ضرب 5 الأول. 6 ضرب 5 كام يا أحباب؟ 6 ضرب 5 30، وبعدين أضرب 30 الناتج اللي طلع ضرب 4 بنفس الطريقة اللي احنا بنضرب بيها، نكتب الصفر وأضرب 3 ضرب 4 12، يبقى هنا عندي عدد الأقلام 120 قلم، 120 قلم. دي الطريقة الأولى. ممكن طريقة تانية، بدل ما أضرب 6 ضرب 5 أبدأ أضرب 5 ضرب 4، يبقى بدل ما أضرب 6 في 5 الأول، لا أنا هضرب 5 ضرب 4 الأول، يبقى عندي هنا 6 ضرب 5 ضرب 4، هضرب 5 في 4 يبقى بتساوي 6 ضرب 5 في 4 ب20، وأبدأ أضرب 6 ضرب 20 بنفس الطريقة، نكتب الصفر وأضرب 6 ضرب 2، 6 ضرب 2 كام يا أحباب؟ أحسنت يا بطل، ب12، يبقى نفس الناتج 120 قلم، عدد الأقلام في الكراتين 120 قلم. أما الطريقة الثالثة، أنا ضربت مرة 6 في 5 ومرة 5 في 4، ممكن أضرب 6 في 4 بنفس الطريقة ديت، يبقى أنا مرة ضربت 6 في 5 ومرة ضربت 5 في 4 ومرة ضربت 6 ضرب 4، 6 ضرب 4 24، 24 الناتج اللي يطلع أضربه في 5 بتساوي، أبدأ أضرب الضرب اللي احنا اتعلمناه في الدرس الأول، 5 ضرب 4 20، 0 معايا الـ2، 5 ضرب 4 10 و2 12، يبقى الناتج 120 قلم. يبقى أنا هنا عندي 3 طرق، طبعا لما أجي أحل بستخدم أسهل طريقة فيهم، اللي هي أي رقمين عندي بيدوني عدد فيه أصفار عشان يسهل علي عملية الضرب، يعني أنا أستخدم الطريقة الأولى أو الطريقة التانية، دول الاتنين الأسهل، لأن بيديني في ناتج الضرب عدد فيه صفر، فبيسهل علي استكمال المسألة الحل بطريقة سهلة. يبقى 6 ضرب 5 ضرب 4 بتساوي 120، يبقى عدد الأقلام بيساوي 120 قلم. ننتقل للسؤال التالي. لإيجاد ناتج 10 ضرب 9 ضرب 8 يمكن استخدام إحدى الطرق. إحنا قلنا هنا أول حاجة هضرب 10 ضرب 9، أول حاجة أستخدم العددين الأولانيين، 10 في 9 بكام يا أحباب؟ ب90، وأبدأ أضرب، أكتب الصفر وأضرب 9 في 8 يبقى 9 في 8 ب72، يبقى الناتج 720، 720. الطريقة التانية قلنا بدل ما نضرب 10 في 9، لا أنا هضرب 9 في 8، يبقى نكتب 10 وأضرب 9 في 8 ب72.
72 يا احباب لما اضربها في 10 اكتب الصفر تبع العشرة، والواحد في 72 ب 72، يبقى الناتج برضو 720. 720. الطريقة الثالثة، انا ضربت مرة العشرة في 9 ومرة 9 في 8، يبقى اضرب العشرة في 8. العشرة ضرب 8 يا احباب 80، و80 ضرب 9 نكتب الصفر، والتمانية في 9 ب 72، إذا 10 في 9 في 8 بتساوي 720. 720. السؤال التالي يا أحباب بيقول لي أوجد الناتج. أوجد الناتج 9 ضرب 5 ضرب 6. 9 ضرب 5 ضرب 6، احنا قلنا هنا عندنا أكتر من طريقة. 9 ضرب 5 ضرب 6، ممكن أضرب الخمسة في 6. 5 ضرب 6 كام يا أحباب؟ يبقى هنا عندي استخدمت إن أنا هضرب العددين 5 في 6 مع بعض، يبقى 9 ضرب الخمسة في 6 ب 30، وبعدين أقول له يساوي. نحتفظ بالإيه يا أحباب؟ نحتفظ بالصفر، وأضرب 9 في 3 ب 27. 9 في 3 ب 27، يبقى 9 في 5 في 6. انا استخدمت العددين اللي هيبقوا عندي يسهلوا لي عملية الضرب، اللي هي 5 في 6، وبعدين الناتج اللي هو 30. لما ضربت 5 في 6 طلع لي 30، اضربه في العدد الباقي اللي هو 9، اداني 270. السؤال جيم، 2 ضرب 5 ضرب 48. هنا ابدا اشوف اي عددين فيهم هبدا اضربهم في بعض. طبعا الاسهل ان انا اضرب الاتنين في 5 عشان الناتج هيعطيني صفر، يبقى 2 ضرب 5 ضرب 48 تساوي 2 في 5 بكام يا احباب؟ 2 ضرب 5 بتساوي 10، ضرب 48 بتساوي، طبعا قلنا بنحتفظ بالصفر بتاع العشرة، واضرب الواحد في 48 ب 48، يبقى الناتج 480. 480. السؤال ده 4 ضرب 34 ضرب 25. قلنا هنبدأ نشوف ايه العددين اللي ممكن أبدأ بيهم ويسهلوا لي عملية الضرب. هو الأربعة في 25، 4 ضرب 25 هيعطوني صفار. طبعا أبدأ 4 ضرب 34 ضرب 25، يبقى هي بتساوي 4 ضرب 25 ضرب 34. أضرب ال 4 في 25 الأول يا أحباب، 4 في 25، ال 4 في 5 ب 20 صفر، ومعايا ال 2، ال 4 في 2 ب 28 10، يبقى 100. 4 في 25 ب 100 ضرب ال 34 تساوي، نبدأ هنا في عملية الضرب بكتب الصفرين الأول، وأضرب الواحد في 34 ب 34. يبقى أحبابنا ضرب 3 أعداد، بستخدم أسهل عددين عندي في الضرب الأول، ودايما بختار العددين اللي بيبقى الناتج حاصل الناتج بتاعهم بيبقى فيه صفار عشان تسهل بعد كده عملية الضرب في العدد الثالث. بنتهي السؤال ده أحباب، كنا حصتنا اليوم، مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.